انجاز مع كيميتك نادي مع زي طارق يحيى الاهلي. كانت افضل. اه طبعا جدا، هو بيفهمني جدا في الكوره وبيديني حريه كبيره. لعبت معاه في الدوري السعودي برضه. اه رحت مع هجر في السعوديه. فهو عنده ثقه فيا الحمد لله كبيره جدا جدا، وانا الحمد لله كنت قد المسؤوليه دي. هو بيعتبرني معاه في الملعب مدرب، فكان بيديني صلاحيات كتير جدا جدا، بلعب بحريه جنبي لعيبه انا بحبها وهم بيحبوني وبحترمهم وبيحترموني، فكانوا مساعديني جدا، كلهم لعيبه كبار. مع ده الجهاز زي ما قلت لك كانوا بيثقوا فيا جدا، فالحمد لله قدرت ان انا العب، وكان ربنا موفقني جدا. ربنا موفقني بقى يعني بشكل ان كل الماتشات قعدنا حوالي 23 ماتش ما نخسرش في الدوري، وكنا رايحين قبل الثوره كنا رايحين نلعب مباراه اعتقد مع الشرطه او مع المقاولين، لو كسبناهم نبقى اول الدوري. وما كانش في بدايات الدوري عشان الناس ما تقولش ان في فرق كتير بتطلع اول الثلاث اربع ماتشات او خمس ماتشات يبقى اول. اعتقد كنا في اسبوع يعني